السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كدايرين لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم خير بإذن الله. الفيديو ديال اليوم أخوتي فيه معطيات ومستجدات خطيرة جدا. تنطرح هنا واحد السؤال: ماذا يقع بمدينة سلا؟ والله العظيم لهذا الشيء خطير جدا. يلا كيتكلمنا على هذيك الأسرة اللي من منطقة بوقنادل بضواحي سلا، اللي دخلوا عليهم واحد العصابة إجرامية متكونة من 7 ديال الشباب، خطفوا هاد الدريات اللي هما خواتات، داوهم الفيرما وتكرفصوا عليهم واغتصبوهم، وراه دابا حكموا استئنافيا ب 25 سنة لكل واحد. واليوم عاوتاني كنستفيق على خبر آخر مباشرة عاوتاني من مدينة سلا، عصابة إجرامية اللي خطفوا 3 ديال الخواتات وداوهم واغتصبوهم وتكرفصوا عليهم. يعني من حقنا أننا نتسألوا ماذا يقع بسلا؟ أشهد المهزلة وأشهد السيبة. فليلة هي الله محمد رسول الله، حسبي الله ونعم الوكيل، هذا الشيء اللي ممكن نقول. خليكم أخوتي مع الخبر ومع مزيد من التفاصيل، ما تزبيوش. إذن الخبر كيقول أنه أكدت مصادر موثوق بها أن منطقة البراهمة بجماعة عامر بتراب عمالة سلا اهتزت على وقع جريمة بشعة تتعلق باختطاف 3 فتيات شابة وقاصرتان واغتصابهن بشكل جماعي من طرف عصابة إجرامية خطيرة تتكون من 3 أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وهم من مواليد سنة 1995 و2001 و2003. الواقعة التي هزت العمالة تزامنا مع إسدال الستار بحر الأسبوع الماضي عن محاكمة عصابة متورطة في جريمة مماثلة تتعلق باغتصاب جماعي لأم وبناتها الأربع بمنطقة بوقنادل، أدانت الهيئة القضائية بغرفة الجناية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أفرادها الثلاثة بالسجن النافذ لمدة 75 سنة، وهي الواقعة التي تفاعلت معها مصالح الدرك الملكي بسرية سلا بالجدية اللازمة، حيث أطاحت بالمتهمين في زمن قياسي بعد تحديد هوياتهم بناء على تصريحات الضحايا. وأوضحت مصادر أن عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي سلا وضعت المتهمين الثلاثة رهن الحراسة النظرية لصالح البحث الذي أنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك متابعة المتهمين وإحالتهم على قاضي التحقيق من أجل إجراء التحقيقات التفصيلية اللازمة حول التهم المنسوبة إليهم والمرتبطة بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاغتصاب. وضمن معطيات الملف تفيد مصادر خاصة بأن العصابة الإجرامية التي تتكون من 3 جانحين من مواليد بين 1995 و2003 أقدمت على اختطاف 3 فتيات من أسرة واحدة بضواحي سلا، قاصرتان تبلغان 13 و14 سنة، فيما تبلغ أكبرهن 20 سنة. قبل أن يعرض الجنات المختطفات إلى اغتصاب جماعي وصف بالبشع، وهو ما أكدته تقارير طبية منجزة على الضحايا وتصريحاتهن للمحققين. ويرتقب أن يواجه قاضي التحقيق المتهمين الثلاثة الذين قرر إيداعهم بحر الأسبوع الماضي سجن العرجات نزولا عند ملتمس النيابة العامة بالحجج والقرائن التي وقفت عليها فرق البحث من سرية الدرك الملكي بسلا، فضلا عن مواجهتهم بالتقارير الطبية والتصريحات الخطيرة التي وردت على لسان الضحايا الثلاث حول سيناريو جريمة الاختطاف والاغتصاب التي تعرضنا لها. وكانت جريمة اغتصاب مماثلة شهدتها منطقة بوقنادل ضواحي سلا قبل 3 سنوات تقريبا، حيث أقدم 3 جنات من ذوي السوابق القضائية على مداهمة شقة تقطنها سيدة أرملة رفقة بناتها الأربع، اثنتان منهن حاصلتان على شهادة الإجازة، حيث قاموا باغتصابهن بالعنف وتعذيبهن. وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط المتهمين بالسجن النافذ لمدة 36 سنة قبل أن ترفع نظيرتها الاستئنافية بالمحكمة نفسها
العقوبة إلى الضعف تقريبا، حيث أدانت كل واحد منهم ب25 سنة سجنا نافدا بدل 12 سنة سجنا الصادرة في حقهم ابتدائيا. إذن حسبي الله ونعم الوكيل. أخوتي غنقول لكم رجاء في الله، كنتمنى من ربي هو اللي ينتقم من هاد الجنات، لأنه أي عقاب دنيا والله أخوتي لا قليل أقليل بزاف حقهم، فكنتمنى لهم العذاب في الدنيا وفي الآخرة يا ربي أمين. كما قلت لكم هذه غير أيام قليلة تكلمت لكم على هذه القضية ديال هذوك الفتيات الأربعة اللي كيسكنوا بمنطقة بوقناد الضواحي سلا مع الأم ديالهم، دخلوا عليهم العصابة حتى القلب دارهم وتكرفصوا عليهم بالسلاح الأبيض وشرملوهم وهرسمهم من يديها وتكرفصوا عليهم بزاف اخوتي بالضرب والتشرميل، ومن بعد خطفوا جوج ديال الدريات وداوهم عريانات من دارهم حتى لواحد البلاصه في الخلا واحد الفيرما، وتكرفصوا عليهم بالتناوب لدرجه ان وحده فيهم دازوا عليها ديك الليله 17 واحد، واكثر من هذا ان وحده فيهم كانت عليها الدوره الشهريه ومع ذلك ما رحموهاش. فهاد العصابه تحكمت اخوتي ب 75 سنه بعد ما تحكموا غير 36 سنة ابتدائيا، ولكن في الاستئناف تزاد لهم الضعف ديال الحكم وصلت لهم حتى 75 سنة. وبطبيعة الحال أنا كنتمنى لهم أخوتي الإعدام، والله أخوتي لهذا الشيء لا قليل وقليل بزاف في حقهم. فما هي إلا أيام قليلة حتى سمعنا عاوتاني هاد ثلاثة ديال الفتيات اللي حتى هما سرقوهم ولا اختطفوهم واحد العصابة إجرامية من براهش. براهش أخوتي يكون غير نقولوا شي وحدين اللي كبار ولا مجموعة ديال البراهش أخوتي من مواليد 95 و2001 و2003. هاد المشرملين هاد البراهش راه هما اللي ولاو دايرين لنا هاد المشاكل وهاد السيبة في البلاد أخوتي. الدسارات وقلة الترابي، ما باغي لا يقراو وما باغيين يتعلموا حرفة لا والو، تبعوا الطريق ديال الاجرام وكون غير يعني كيمشيو عند شي حد اللي يستحق، يعني الحقره منتهى الحقره كيمشي لك عند الدريه قاصر. مثلا في القضيه ديال اليوم مشاو عند ثلاثه ديال الدريات، جوجات اللي عندهم 13 و14 سنه والاخت ديالهم الكبيره اللي في عمرها 20 سنه، شدوهم خطفوهم وداهم حتى الخلا واغتصبوهم بالتناوب، تكرفصوا عليهم بواحد الطريقه وحشيه. هذا الشيء هو اللي اكدوا يعني التقرير الطبي اللي تنجز على هاد الثلاثة ديال الضحايا، اكد بان هاد البنات هادو تغتصبوا بطريقة وحشية وبطريقة شادة. وحتى التصريحات ديال هاد الضحايا مساكن هاد الفتيات فنفسيتهم يعني مدمرة من داكشي اللي عاشوه بسبب هاد البراهش هاد الشمكارة اللي تكرفصوا عليهم. كما قلت لكم نفس القضية ديال منطقة بوقنادل كتكرر ودائما بمدينة سالا. ماذا يقع بمدينة سالا؟ كنتمنوا انه يكونوا تعزيزين تعزيزات أمنية أكثر بهاد المدينة، لأن هاد الشيء اللي كيوقع فيها راه بزاف وبزاف وبزاف وكيسيء للسمعة ديال هاد المدينة للأسف. إذن أخوتي كما كتلاحظوا أنه هاد النوع ديال الجريمة أكثر وأكثر بواحد الطريقة مهولة في المجتمع ديالنا، وللأسف هاد الشيء كنتأسفوا عليه بزاف. وهنا الأغلبية الساحقة ديال الناس واللي كيعطيو الآراء ديالهم فكيقول لك أن السبب ديال كثرة هاد الجرائم ديال الاختطاف والاغتصاب هو الأحكام التي تعتبر مخففة جدا. فملي كنسمعوا ان وحش ادمي دا واحد البنت مسكينه قاصر واغتصبها وتكرفص عليها وصورها وما عرف شنو دار ليها، وفي الاخير كنسمعوا انه تحكم بربع سنين ولا خمس سنين. فاجاتو اخوتي، فاجاتو ديك ربع سنين ولا خمس سنين، العام دغيا كيدوز في رمشه عين، ها هو دغيا غيخرج من الحبس وغيكمل في الاجرام ديالو. فاجاتو اخوتي، هو كيضرب الحبس ودغيا كيخرج والبنت كتضيع ليها حياتها وكتضيع لها مستقبلها، وكاينين بزاف اللي كتنتحر مسكينه بسبب هذاك الاختطاف والاغتصاب اللي كتعرض ليه. راه والله القسم اخوتي ولينا كنحسوا باننا كنعيشوا في عصر الجاهليه، القوي ياكل الضعيف. حتى في عصر الجاهليه فين كان شي اغتصاب؟ ما كانش هاد النوع ديال الاجرام، ما كانش اخوتي هاد الشيء. ياك دابا الحضاره وما عرفت شنو التقدم وما عرفت شنو، ولاو عندنا شي جرائم اللي ما كانوش كيوقعوا في زمن وفي عصر الجاهليه. بغينا نعرفوا غير فين هما الاخلاق، فين هو الضمير، فين هو الاخلاق ديال هاد الناس. هاد الشيء راه سميتو الحقره، انك تشد ثلاثه ديال الدريات خواتات وتغتصبهم في مكان واحد، وحده كتشوف اختها مسكينه كتكرفص قدامها وماشي بامكانها انها تقدم لها المساعده او لا تفكها.
13 و14 سنه خوتي، دريات قاصرات يلاه قالوا بسم الله في هذه الحياه، وشابه ديال 20 سنه اللي حتى هي يلاه مسكينه طامعه باغا تتزوج وباغا تكون اسره، هذا الشيء كامل غادي يتبخر. دابا شنو دن بهاد الدريات؟ دابا هاد المجرمين هادو واش يبغيو اللي يشد لهم خواتاتهم ويدير لهم هكا؟ طبيعه الحال حتى واحد ما غيبغي اختو هكا، اذا علاش اللي تحقر على بنت الناس؟ وعلاش اللي تكرفص على بنت الناس؟ فهاد الوحوش تجردوا بصفه نهائيه من شي حاجه سميتها الضمير ولا الاخلاق، وحتى الوحوش تتبرأوا من افعالهم الاجراميه الحيوانيه. بغينا نشوفوا هنا الجمعيات ديال حقوق المراه وحقوق الطفل، واش كاين شي تدخل؟ واش كاين شي مساعده لهاد الضحايا؟ وبغينا توفير واحد العلاج نفسي لهاد الضحايا، على الاقل على الاقل انهم يعني يستافدوا غير من علاج نفسي. ها قوه الجمعيات، ها قوه البلابلا وقوه الاشهار، حتى حقوق ما شناها تجمعيات ما شناهم، فاش كانوا وقفوا عليهم في الصح ديال الصحوحي ما كتلقى حتى جمعيه كتدخل. ها هما عندنا ثلاثه ديال الحالات، ثلاثه ديال الخواتات اللي تغتصبوا حدا بعضياتهم، شكون غادي يعاونهم هاد الدريات دابا؟ وشكون اللي غيتكلف بالحاله ديالهم؟ فكنتمنوا من القضاء المغربي انه يشدد العقوبات، تشديد العقوبات، اقصى العقوبات، الا ما كانش الاعدام على الاقل يكون المؤبد، والا ما كانش المؤبد يكون الاخفاء. اخوتي حنا كنطالبوا باخفاء هاد الوحوش الادميه، كما هو كيتكرفص على بنت الناس فتحيد ليه الرجوله ديالو، كما انت ضيعتي ديك بنت الناس في حياتها ومستقبلها، اذا حتى انت نضيعوك في الرجوله ديالك باش تحس بالذنب وبتانيب الضمير. وبغينا نعرفوا هنا فينا هما هادوك الناس اللي كيطالبوا بالغاء عقوبه الاعدام وكيدافعوا على حقوق المجرمين وكينساو الحقوق ديال الضحايا. هادوك ما كيدافعوش عليهم، كيدافعوا على المجرمين. كنسولهم هنا، نتوما اللي كطالبوا بالغاء عقوبه الاعدام، كون كانت هذه بنتك او لا كانت اختك او لا امك اللي تعرضت لهذا النوع ديال الاغتصاب، اشنو كنتي غادي تطالب؟ اكيد كنتي غادي تطالب بالاعدام، وكنتي غادي تطالب بالاخصاء للجنات، وكنتي غادي تطالب لهم باقصى العقوبات. ولكن راه قال لك واحد المثل المغربي، ما كيحس بالمزود غير اللي مضروب به، لان هذيك ماشي اختك باش غادي تدافع عليها. بغينا نعرفوا شنو هو المستقبل ديال هاد الضحايا، ما كاين لا مستقبل لا والو. هاد البنات تدمروا، هاد البنات تدمروا لا في المستقبل ديالهم ولا في نفسيتهم ولا في قرايتهم ولا في كل شيء. اخوتي واش مازال هاد البنات غطمع فيها انها غتكون لك اسره؟ واش غطمع فيها تجوج لك بشي راجل؟ هاد البنت بعدا غتكبر معقده، ما عمرها ما غادي تكون اسره بحالها بحال عباد الله، ما عمرها ما غادير شي مستقبل بحالها بحال اي وحده. فتاه كتحلم بانها حتى هي يكون عندها راجل ولا يكون عندها فارس الاحلام ديالها ويكونوا عندها وليداتها ودارها، كلشي داكشي ما غيكونش. اخوتي المجرم غادي يدوز واحد 5 سنين ولا 6 سنين في الحبس، متكي بخير وعلى خير، كتجي ليه الكفه تال عنده الحبس ويخرج ويكمل حياته طبيعي عادي، بينما البنت حياتها كلها كتدمر. وهنا كنسولكم علاش كثروا عندنا المثليين في بلادنا؟ وعلاش خرجوا بزاف ديال الشابات للدعاره؟ خرجوا ليها طاي طاي. واش ملي كنسمعوا واحد الاب اللي كيطمع في بنته، وكنسمعوا اب اخوتي كيغتصب بنته ديال 9 سنين ولا 10 سنين وكيتكرفص عليها بطريقه شاده، ومنين اطفال ذكوره كيتم الاغتصاب ديالهم وكيتم الاستغلال ديالهم جنسيا، فهنا ما نتسائلوش علاش كثروا عندنا المثليين، وما نتسائلوش علاش خرجوا الدريات للدعاره. راه هذا هو السبب اخوتي، راه قوه الاغتصابات، قوه التكرفيس، قوه الاستغلالات الجنسيه في حق هذه الفئه الاجتماعيه ديال القاصرات وديال الاطفال المساكن والفئه الناشئه، وحتى كذلك ذوي الاحتياجات الخاصه والعجائز لم يسلموا من شر هاد المجرمين اخوتي. اذا اخر كلمه اللي نقول قبل نهايه الفيديو، كنطالبوا من القضاء المغربي انه يشدد العقوبات في حق هاد المجرمين حتى يكونوا عبره لغيرهم، واننا ما نبقاوش نسمعوا بكثره هاد الجرائم من هاد النوع اللي يحز في النفس. هذا الشيء ما كان اخوتي، هادو هما المستجدات هذه هي القضية. كنتمنى أنكم تعطيوا الرأي ديالكم فيها من خلال خانة التعاليق. تهلاو ليا فراسكم بزاف، مع السلامة.